مستمعينا في هذه المحطة لنا حديث عن شهر أكتوبر. لماذا يا ترى يعد هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان الثدي؟ ويسعدني في هذه اللحظات أن ينضم لي ضيفي عبر الاتصال الدكتور سالم بن خلفان الرحبي، رئيس وحدة جراحة أورام الثدي في المستشفى السلطاني. أسعد الله صباحك دكتور سالم، أهلا وسهلا بك. صباح النور والسرور لك ولكل المستمعين، وأشكركم على الاستضافة. شكرا جزيلا لك على قبول أيضا الدعوة للحديث أكثر عن هذا الموضوع، بلا شك يهم فئة كبيرة من شرائح المجتمع، نساء أو رجال. سؤالي الأول لك دكتور سالم، لماذا يعد شهر أكتوبر هو الشهر المخصص للتوعية بسرطان الثدي؟ نعم، اختير هذا الشهر طبعا من معظم الدول في العالم للتعريف في هذا المرض والتوعية على الكشف المبكر لسرطان الثدي. القصة بدأت في نهاية القرن الماضي طبعا بالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية. سرطان الثدي كان من الأورام المميتة، كان منسيا، ما أحد يتكلم عنه، كان الناس تخاف تتكلم عن سرطان الثدي، المرضى ليس لديهم أي توعية عن هذا الثدي، عن هذا المرض. فبادرت بعض المؤسسات الصحية والمؤسسات الحكومية للولايات المتحدة لاختيار شهر كتوعية بهذا المرض في الولايات المتحدة الأمريكية، واختاروا شهر أكتوبر. ومن ثم يعني منظمة الصحة العالمية شجعت هذه الفكرة وأصبحت يعني سنويا منتشرة في معظم أنحاء العالم، وشهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي. ممتاز. طيب هل ممكن أيضا دكتور سالم نسلط الضوء على أعراض، أو خلينا قبل ما ندخل على الأعراض أسبابه، يعني ما هي أسباب الإصابة بسرطان الثدي؟ طبعا ما في سبب واحد يعني معروف يعني هو سبب سرطان الثدي مباشرة. طبعا سرطان الثدي هو عبارة عن طفرة جينية تحدث في خلايا سرطان الثدي في أنسجة الثدي، بحيث أن هذه الخلايا تبدأ تتكاثر بشكل أسرع من الخلايا الطبيعية، من ثم تكون مثل الكتلة أو الورم وتبدأ تنتشر في أنسجة الثدي، ومن ثم ممكن تنتشر في العقد الليمفاوية، ومن ثم في المراحل المتقدمة ممكن تنتشر في باقي أجزاء الجسم. الحين السؤال، ما هو سبب الطفرة هذه؟ طبعا لا أحد يعرف وش السبب اللي يخلي هذه الخلية تتكاثر بشكل غير طبيعي وتفقد السيطرة على نفسها، بس معظم الدراسات حددت في عوامل خطورة، يعني أنه لو توفرت هذه العوامل لدى المرأة تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. نتكلم عن هذه العوامل مثلا. أول عامل طبعا كون الشخص أنثى، هذا يعتبر عامل خطر، لأن معظم سرطان الثدي 99% يصيب النساء مقارنة بالرجال. الرجال ممكن يصاب سرطان الثدي بس بنسبة أقل طبعا 1%. العامل الثاني هو التقدم في السن، كل ما زاد عمر المرأة كل ما زاد الخطورة أكثر. نفس الشيء إذا كانت المرأة صار عندها قبل إصابة بالسرطان فهي تكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. نفس الشيء إذا كان هناك وجود تاريخ عائلي في الأسرة، مثلا إذا خاصة من الدرجة الأولى، مثلا إذا كانت الأخت أو الأم عندها سرطان الثدي فالمرأة تكون أكثر عرضة لسرطان الثدي من بقية أفراد المجتمع. نفس الشيء في جينات معروفة، جينات تتوارث من الأم إلى أو الأب إلى الـ إلى الـ إلى البنت، مثل جين سرطان الثدي رقم 1 سرطان الثدي رقم 2. هذه الجينات معروفة أنها إذا صابت المرأة، إذا كانت المرأة حاملة لهذا الجين فنسبة الإصابة تكون 80% خلال فترة حياتها. نفس الشيء من العوامل الخطورة هو التعرض للإشعاع على مكان الصدر، خاصة أيام الطفولة مثلا للعلاج مثلا للنفوما أو أي مرض ثاني، أو أشعة مقطعية على المنطقة هذه يزيد من نسبة الخطورة. نفس الشيء السمنة، الكثير من الدراسات ربطت بين السمنة وسرطان الثدي. نفس الشيء التعرض للهرمونات في فترة طويلة من العمر، مثلا إذا كانت بداية الدورة في مرحلة متقدمة قبل 12 سنة أو أن نهاية الدورة الشهرية صارت في مرحلة متأخرة من العمر، فهذا يعرض الجسم للإصابة بالسرطان يعني في بشكل أكبر.
نعم. طيب يعني دكتور سالم، يعني هل مثلا هناك سلوكيات، مجموعة من العوامل اللي نقوم بها، أو سلوكيات خليني أقول بشكل دقيق، يعني بشكل يومي في روتيننا، طريقة أكلنا، طريقة لبسنا إلى آخره، ممكن لا سمح الله أنها تحفز إصابتنا كنساء بهذا النوع من السرطانات؟ هو طبعا ما في دراسة أكدت أنه في شيء معين من سلوكنا قد يسبب مباشرة سرطان الثدي. مثل ما ذكرت لك، يعني في عوامل خطورة، فنحن إذا تجنبنا هذه العوامل قد نقي نفسنا من الإصابة بسرطان الثدي. بس ما معنى أننا قد نمنع سرطان الثدي، لأنه ما حد يقدر يمنع السرطان. السرطان قد يحدث حتى ولو الشخص التزم كل الأشياء هذه. السرطان قد يحدث في الناس الطبيعيين اللي ما عندهم أي عوامل خطورة. فهمتيني؟ نعم. ونفس الشيء قد يكون المرأة عندها عوامل خطورة وما يصير لها سرطان الثدي. فالعوامل اللي ممكن نسويها، ممكن مثلا نتجنب السمنة، نتوقف عن شرب الكحول، نتوقف عن التدخين، الإنجاب في سن مبكرة، وعدم يعني تأخير الإنجاب إلى ما بعد سن 35. نفس الشيء عدم الحمل والإنجاب، هذا يعتبر نفس الشيء عامل، فالمرأة تنصح بالحمل والرضاعة الطبيعية. نفس الشيء استخدام العلاج الهرموني بشكل كبير، نفس الشيء مرتبط في بعض الدراسات، يعني شافوا أنه قد يكون يزيد من نسبة إصابة سرطان الثدي خاصة في الحريم ما بعد سن الديات. العلاج الهرموني يستخدم مثلا علاج أعراض سن الديات، قد يكون مفيد لبعض النساء، بس ينصح بأنه ما يستخدم فترة طويلة، أو يستخدم جرعات أقل، ويكون بمتابعة أو إشراف الطبيب في هذه المرحلة. طبعا تناول الكحول في الغرب مشكلة كبيرة. نحن الحمد لله مجتمعنا ما عندنا هذه المشكلة بشكل كبير، يعني تناول الكحول مرتبط بشكل كبير بسرطان الثدي، فعدم تناول الكحول قد يكون يعني شيء إيجابي في في في, في, في الغرب يعني. فهذه هي النصائح العامة، يعني ممكن، بس مثل ما خبرتك ما حد يقدر يمنع سرطان الثدي من 100%، بس نقدر أنه نقلل من الإصابة من سرطان الثدي بهذه الأشياء يعني. طيب دكتور سالم، كيف يعني، أو خليني أقول، إيش هي أعراض يعني أو بوادر الإصابة بسرطان الثدي، و يعني متى تلاحظها المرأة، يعني مثلا، ومتى تركز أن مثلا في هذه التصرفات الوضع طبيعي، وفي مثلا مجموعة من البوادر ظهرت، هني الموضوع يستدعي زيارة الطبيب. فإذا إيش هي الأعراض العامة أو الرئيسية؟ نعم، للأسف يعني سرطان الثدي في معظم الأوقات في بداية المراحل، خاصة المرحلة الأولى والثانية، لا يكون له أي أعراض. فبالتالي لذلك يعني معظم المراكز الطبية في العالم تشجع الكشف المبكر، لأنه مثل ما خبرتك في بداية الأورام، في بداية السرطان، معظم الأوقات الحرمة ما تشتكي من أي شيء، يعني ما تعرف أنه في مرض أو شيء، أنه ما ينتج أي أعراض. بس طبعا في هناك أعراض يعني إذا وجدت عند المرأة يعني قد تكون بسبب الأورام الخبيثة لا قدر الله. طبعا منها وجود كتلة في الثدي. طبعا أنا أريد أوضح نقطة، أن معظم الكتل المحسوسة داخل الثدي تكون أورام حميدة. بس طبعا ما حد يقدر يعرف أنه هذا حميد أو غير حميد إلا لما تزور الطبيب وتعمل الأشعة وتأخذ عينة. صحيح. فالمرأة يعني إذا حست بأي ورمة أو أي عقدة في الثدي لازم تزور الطبيب وتعمل الأشعة المطلوبة في أقرب فرصة ممكنة. ما فقط نستنتج ونقول أنه هذا ورم حميد ونتعايش معه، إلا لما نتأكد منه. الأعراض الثانية اللي ممكن تدل على وجود سرطان أو ورم خبيثة هو تغير في شكل الحلمة. كيكون مثلا الحلمة تكون مقلوبة إلى الداخل أو مسحوبة، أو أن إفرازات في الحلمة مثل الدم، خاصة إذا كانت هذه الإفرازات تلقائية من نفسها، يعني مثلا المرأة تحسها تشوفها في الملابس. هذه من الأشياء اللي ممكن نخاف منها ولازم نذهب للطبيب عشان نفحص. نفس الشيء تغير في الجلد الثدي كالإحمرار مثلا أو النقر مثلا، أو وجود قرحة في الثدي أو تيبس. فلذلك ينصح دائما المرأة تعمل فحص دوري شهري، بحيث أنه تتعود على شكل الثدي وتعرف شكل الثدي الطبيعي، بحيث أنه لو صار أي تغير في الثدي تذهب إلى الطبيب وتعمل الفحوصات اللازمة. طيب دكتور سالم، إيش المقصود بالفحص المبكر، وإيش أهمية إجراءه، ومتى أيضا يجب إجراءه؟
نعم، الفحص المبكر طبعا في هناك أكثر من طريقة، بس الطريقة الأكثر شيوعا في العالم هو عمل الأشعة، هذه أشعة الماموغرام. طبعا معظم دول العالم تختلف النصائح والإجراءات في هذا الصدد. بس معظم المراكز الطبية تبدأ بعد سن 40 الفحص الدوري أو الفحص الماموغرام. الفحص الماموغرام طبعا أشعة، يعني الهدف منها أنك تكشف إذا في أي أورام قبل ما تبدأ الأعراض، يعني فهمتيني؟ أيوة، يعني قبل ما تبدأ الأعراض يعني تكتشفها في مرحلة بدري عشان أنه تتعامل معها وتعالجها قبل ما تكون يعني متفاقم الأمر. نعم، متفاقم الموضوع، يكون العلاج صعب، يكون نسبة الشفاء أقل. فينصح بها بعد سن 40. طبعا نحن للأسف في الدول الإسيوية والخليجية شوية عندنا مرحلة الإصابة بالثدي أو العمر شوية أقل من الغرب، يبدأ بشكل بدري يعني يمكن الثلاثينات. فالفحص المبكر في العادي يبدأ بسن 40، قد النصائح والتوجيهات العالمية تبدأ بعد سن 40. نعم، فممكن نسبة كبيرة من النساء في المرحلة ما قل الأربعين يمكن يفوتهم الفحص المبكر. طبعا في بدائل ثانية مثل الأشعة المغناطيسية. نعم، الأشعة المغناطيسية بس ما تنصح لكل النساء، النساء اللي عندهم أكثر يعني عوامل خطر، مثلا إذا كانت الحرمة مثلا عندها مثلا حامل اللجين السرطان الثدي رقم 1 أو رقم 2. نعم، يبدأ في العادة الفحص المبكر بالأشعة المغناطيسية قبل سن 40. في نقطة ثانية بغيت أوضحها، أنه أشعة الماموغرام قبل سن 40 كلما قل العمر تقل دقتها، لأنه الثدي في العادة يكون كثيف في الحريم الأقل سنا، فبالتالي دقتها في اكتشاف الأورام تكون أقل. لذلك ثامن يبدأ بعد سن 40. ففي دراسات قليلة على العمل الأشعة الماموغرام قبل سن 40. معظم الدراسات والبحوث تمت على العمر ما بين 40 فما فوق. نعم. طيب أيضا خلال شهر أكتوبر، بما أنه شهر التوعية بسرطان الثدي، دائما نشوف دكتور سالم يتداولوا في مواقع التواصل الاجتماعي أو يعني النساء فيما بينهم مجموعة من الفحوصات اللي يقوم أو تقوم بها في المنزل. هل ممكن تكون هذه الفحوصات مجدية؟ مثل ايش يعني الفحوصات اللي في المنزل؟ يعني فحوصات كذا مثلا حركات معينه او مثلا شيء معين. الفحص الذاتي؟ ايوه، فحص الذاتي. نعم، الفحص الذاتي هو طبعا ما في ادله قويه على انه يقدر يكتشف اورام الثدي في مراحل مبتدئه مثل الكشف المبكر مثل اشعه الماموغرام. بس معظم الاطباء ينصحون به. ليش؟ لانه على أساس إنه المرأة تتعود على الشكل الطبيعي للثدي، فاهمة؟ نعم. بحيث إنه لو صار أي خلل أو يتغير في الشكل على طول تذهب للطبيب وتكشف وتعمل أشعة. فهذا هو الهدف من الفحص الذاتي الشهري اللي ينصح به الأطباء. نعم. طيب، هل المعلومة التي تقول إنه سرطان الثدي هو ثاني مرض بعد سرطان الرئة في العالم معلومة صحيحة دكتور سالم؟ نعم نعم، سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشارا في العالم. طبعا هو رقم 2 بعد سرطان الثدي، لكن في الإناث هو رقم 1، يعني في النساء هو رقم 1 السرطان أكثر انتشارا في بين النساء. تقريبا 2.1 مليون إصابة، 2.1 مليون إصابة سنوية بسرطان الثدي في العالم، وتقريبا يتسبب في 500-600 ألف وفاة سنويا حول العالم. نعم. طيب، ماذا عن الوضع عندنا في السلطنة؟ يعني هل هناك إحصائيات؟ هل هناك أعداد؟ وأيضا يعني الجزء الآخر من السؤال، هل نحتاج في السلطنة تحديدا أن نزيد الوعي ونوعي النساء حول هذا المرض؟ نعم، بالنسبة للسلطنة طبعا سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشارا، هو رقم 1، ويلي سرطان القولون ثم سرطان الغدة الدرقية. آخر إحصائيات نزلتها الوزارة تقريبا قبل أشهر كانت عن 2017. نعم. تقريبا كانت هناك 274 حالة سرطان في 2017 في عمان. 6 منهم في الذكور و 268 حالة في الإناث. وللأسف تقريبا نسبة كبيرة منهم يتشخصوا في المرحلة المتقدمة، يعني 40% من المصابين كانوا في المرحلة الثالثة أو الرابعة.
نعم. مما يؤدي إلى صعوبة في العلاج ويقلل من نسبة الشفاء من هذا المرض بسرعة. طيب، هل نحتاج إذن زيادة التوعية عن القيام بهذه الفحوص، و يعني إذا مثلا كنا محتاجين في السلطنة أنه نزيد أو نوعي النساء وحتى الرجال، كيف ممكن تكون الطريقة المناسبة للتوعية؟ طبعا التوعية ضرورية مثل ما خبرتك، لأنه نسبة كبيرة إذا أشخاص هم في مراحل متقدمة مثل ما خبرتك، فضروري جدا أن نوعي الناس ونوعي النساء بخطورة هذا المرض وكيف يعملوا الكشف الدوري وكيف يكتشفوا أنه في شكل غير طبيعي في الثدي. طبعا في أكثر من طرق، مواقع التواصل الاجتماعي، نحن طبعا عندنا رابطة سرطان الثدي، نعمل سنويا ندوات وورش عمل، يعني نجيب فيها يعني مجموعة كبيرة من النساء ونلقي عليهم محاضرات. بس طبعا السنة هذه بسبب وضع الجائحة وكل شيء صار عن طريق الأونلاين. فإن شاء الله عنا خطة الأسبوع القادم يوم السبت في ندوة توعوية أونلاين تقوم بها جمعية السرطان العماني للعامة، يعني ممكن أي واحد يدخل ويناقش ويسأل الأطباء. ونفس الشيء في عنا ندوة علمية نهاية الشهر عن سرطان الثدي، فالجهود قائمة. وفي عنا طبعا الممرضات في المستشفيات تقوم بالنصائح والإرشادات لهذا للمرضى. نفس الشيء المراكز الصحية ما مقصرين، يعني عندهم عيادات تخصصية في هذا المجال، يقوموا بفحص النساء دوريا خاصة بعد سن 40. فالجهود قائمة وإن شاء الله للأحسن. طبعا كل سنة نسبة الإصابة تزيد نتوقعها، يعني فالتوعية لازم تكون نفس الشيء على تزيد سنويا. التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الإذاعة، بقدر ما نستطيع يعني. نعم، ممتاز. بقدر ما نستطيع إذن نحتاج للتوعية عن سرطان الثدي في السلطنة. دائما يرتبط شهر أكتوبر وبشكل عام يعني سرطان الثدي دكتور سالم بالشريط الوردي. نعم. هل هناك دلالة، هل هناك رمزية معينة لهذه الصلة فيما بينهم؟ هو طبعا اللون الوردي يربز للنساء كما تعرف، بس قصة الشريط الوردي هذا نفس الشيء بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا 1991 في مؤسسة خيرية اسمها سوسن كومن. عملت ماراثون في نيويورك للتوعية عن سرطان الثدي، فاهمة؟ فالمشاركين أعطوهم هذا الشريط الوردي كل المشاركين، وحبوا الفكرة. فالسنة الثانية بدأ اعتملوها كرمز يعني لهذا الشهر، شهر أكتوبر، أنه كل يعملوا هذا الشريط الوردي. فبعدين خلاص انتشر في العالم وصار رمز لشهر أكتوبر، شهر التوعية عن سرطان الثدي. نعم، ممتاز. طيب، هل ممكن يساهم النشاط البدني أو الرياضة في التقليل من فرص الإصابة بسرطان الثدي؟ دائما نشوف هناك يعني نصائح للمرأة بالمشي، بممارسة الرياضة بشكل يومي حتى لو كان لمدة نصف ساعة، فهل هناك صلة بين النشاط البدني وبين التقليل، خليني أقول، من فرص الإصابة بسرطان الثدي؟ نعم نعم، مثل ما تفضلتي، ممارسة الرياضة تقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. هذه طبعا في بعض الفحوص على هالموضوع. آخر بحث كان 2016 شافوا أن النساء اللي يمارسن الرياضة بشكل دوري وتقريبا أكثر من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع عندهم نسبة الإصابة بسرطان الثدي أقل من بقية النساء اللي لا يمارسن الرياضة. طبعا السبب الحقيقي كيف أنه الرياضة تقلل من نسبة السرطان الثدي غير معروف، بس يمكن قد يكون بطريقة غير مباشرة عن طريق مثلا نقص الوزن، الحفاظ على الوزن، أو أنه معظم الناس يعتقدوا أن الرياضة تحسن من الهرمونات في الجسم وبالتالي تقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. بس السبب الحقيقي كيفية أن الرياضة تقلل من سرطان الثدي غير معروفة. نعم. طيب، ممتاز. طيب، احنا تكلمنا الحين بتفاصيل وبشكل مفصل عن سرطان الثدي، أعراضه، أسبابه،
في السلطنة أيضا ذكرنا مجموعة من الإحصائيات والأرقام، هل هناك علاج أو هو العلاج الدائم اللي دائما نمشي فيه لمختلف أنواع السرطانات، يعني لهذا النوع تحديدا من السرطانات؟ نعم. طبعا لو نتكلم عن العلاج الحين، العلاج السرطان الثدي تقدم وتطور مع زمن. كان في البداية القرن الماضي أو نهاية القرن الماضي كان يعتمدوا كثيرا على الجراحة فقط، بس الحين مع تطور العلاج الكيميائي العلاج الهرموني أصبح العلاج السرطان الثدي يعتمد كثير على نوع الورم. كما تعرفين أختي العزيزة، سرطان الثدي ليس نوع واحد، في أنواع كثيرة. صحيح. يختلف من امرأة إلى أخرى، يعني ممكن تكون يعني حرمتين مصابات سرطان الثدي بس العلاج يكون مختلف، لأن معظم العلاج سرطان الثدي الحين يتجه إلى أن يعالج نوع البيولوجي للسرطان. نعم. فطبعا في هناك علاج جراحي، العلاج الجراحي ممكن يكون استئصال كامل أو استئصال جزئي، يعتمد على مرحلة الورم، هل الورم صغير كبير، فاهمة؟ نفس الشيء في علاج هرموني، اذا العلاج اذا السرطان الثدي مستقبل للهرمونات ولا لا، اذا مستقبل للهرمونات ممكن نعدل العلاج الهرموني، اذا غير مستقبل فما ينفع العلاج الهرموني معه. طبعا في هناك مستقبلات مناعيه، نفس الشيء اذا الورم صار عنده يعني اكتشف انه في مستقبلات مناعيه في علاج مناعي له. طبعا العلاج الكيميائي، وفي ايضا العلاج الاشعاعي موجود. فالعلاج الحمد لله متوفر، ونسبة الشفاء نسبة كبيرة، خاصة إذا تم اكتشاف الورم في المراحل يعني البدائية للورم. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سالم على إثراء برنامج من غبشة بهذه المعلومات القيمة، وإذا كان هناك كلمة أخيرة تحب أنك توجهها للمستمعين والمتابعين تفضل. شكرا لكم على الاستضافة. نصيحتي الأخيرة أنه لا نخاف من الورم، للأسف الكثير من مرضانا اكتشفناهم أنه متسترين على الورم من فترة طويلة، في أسباب كثيرة بس أعتقد أنه السبب الرئيسي هو الخوف أنه يتشخص عندهم مرض. بالعكس أنا أشوف أنه التستر على المرض قد يصعب من العلاج، ويصعب ويقلل من نسبة نجاح العلاج ونسبة الشفاء. أدعو كل النساء للمبادرة إذا اكتشفوا أي شيء غير طبيعي في الثدي للفحص واستشارة الطبيب. شكرا جزيلا لك دكتور سالم بن خلفان الرحبي، رئيس وحدة جراحة أورام الثدي في المستشفى السلطاني، وأتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا.